مقتربات الجسر مو أقل من 50 متر من نهايات العمل يستمر من نفس على نفس المشروع. طيب. يعني هو أنا سمعت السيد الوزير حكاها قال يعني الأمانة على أساس تكمل ويانا مثلا على جسر قرطبة على شارع بورسعيد. نعم. لكن هي مو بس هاي حتى بالانحناءات ما مصممة سموث. يعني عبرت عليه مره واحده جسر قرطبه واليوم يلا عبرت على جسر النسور. جسر النسور ممتاز جدا وخاصه المفاصل اختيار نوعيه ممتازه جدا وعمل ممتاز جدا والشركات لا كفؤة وتمام يعني والمهندسين المشرفين من الطرق الجسور كلهم اختصاص وكلهم ممتازين هذول يعني تلاميذي